أغلب الشركات على شبح الإفلاس، والصناعات التقليدية في احتضار تام، وحتى البطون لم تعد تشتهي ما لذ وطاب. لكن أين هي الحلقة المفقودة؟ وأين يقع الخلل من كل هذا؟ نعلم أن أغلب الشركات تمر بمرحلة ركود اقتصادي بسبب الجائحة. أم هو ضعف في التسيير؟ نقطة. نعم، إنهم المهندسون الذين يرسمون خريطة التسويق في مكاتب الدراسات إعلاميا ورقميا، وهم من يصنعون الحدث. من هم شخصيا؟ لا أعرف. إنهم كتيبة إنجينيوس الرقمية، أو على الأقل هكذا يلقبون. فمن يدري، يشاع أن دماغهم من كوكب المشتري. حقا؟ فهي أول مؤسسة جزائرية بخبرة فرنسية تقدم دراسات وحلول عن كيفية تسيير المؤسسات داخليا وخارجيا، وتدافع بشراسة عن التلوث البيئي. نقطة. فهي تجاهد بكفاءة على الحفاظ على كرامة المرأة الجزائرية، وأيضا تدعم بالقوة حملات اليونيسيف في الصحراء الغربية. والشيء المميز فيها أنها كالغواصة تعمل بهدوء تام. وحسب آخر الأرقام، إنجينيوس تشرف على تطوير ما يقارب 400 مؤسسة جزائرية ودولية، وتقدم الدعم مباشرة للمؤسسات الناشئة في إطار أونساج، كما تدعم البحوث العلمية بالهندسة ثلاثية الأبعاد. نصيحة: اجعل من مؤسستك سفينة ودع إنجينيوس تولى القيادة. كن الأول دائما أو لا تكون مطلقاً.